مش هتسلم عليا قبل ما تسافر؟ لا كفايه يا ابني، مش قادر اسامحك. هدور لك مكان امن في باكستان. امن؟ ايوه. نعبر ابويا وامي وامن؟ ايوه يا عم. ابوك ليه نفوذ واسع. نفوذ؟ ونفوذ ده بقى معرفش ينقذ امي منه؟ انا مخلف راجل، بكره هيكبر ويعقل ويفهم ابو مين وعمل كده ليه. تقرا في المصحف كل يوم وتحافظ على صلاتك لغايه لما نتقابل. انا بحبك يا عبد الله. على فضل حلو. أنا محتاج الحضن ده، محتاجه. يلا نجاحس. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.